داخلها يعني نتيجة ملفات هي الملفات اللي بيها الانسليشن مات الملفات شو يسمي بيتل تضرب بيها شورت مثلا داخل زين أو ممكن مثلا الأوفرلود اللي على الترانسفورمر إذا طول فهنا نحن نحتاج إنه نفصل الترانسفورمر الأوفرلود مو فوق مباشر بس هو بنفس الوقت إذا طول يؤدي إلى شنو ضرر اللي راح يعني تتلف الترانسفورمر أو العمر الافتراضي لها كذا راح شنو اللي ممكن إحنا نستخدمه منظومة حماية الترانسفورمر طبعا الترانسفورمر اكيد انا يعني بالعليات ايش راح تحتاج راح تحتاج الى سي تي وراح تحتاج الى في تي حتى تشتغل زين عندي هنا الارقام هذه اللي هي 87 تي عندي 51 جي 1 51 جي 2 بس 51 عندي 26 عندي 49 63 71 50 هذني كليتها راح نشوفها سنسرات واحدة منها بوخص لها واحدة من عندها شنو مثلا اللي عندنا ثيرمال سنسر عندنا مثلا بعد شنو عندي ريلي أنواع موجودة اللي راح استخدمها لغرض البروتكشن اكو عندي ريلي او تايمر ديفن التايم يسمونه يحدد واكو ريلي يعتمد على الانفرس اللي هو شنو الانفرس تايم اللي يعتمد على العلاقة انه كل ما يزيد التيار الوقت المستغرق لعملية الفصل شنو يصير اقل حسب السيفيريتي مالت الفولت مالتي عندي الار اللي هو ويا الجراوند اللي هنا نبني ليها وجي هذه الفولت تو ذا جراوند اذا صار الفولت ويا الجراوند فهذه مثلا بهالحاله ايش راح يكون عندي فولت هم انا راح اشوف انه انا مثلا اخلي الاليه للعزل حتى ما اعرف فهذه كليتها طبعا المحوله مالتي هي انا مو المحوله مالتي الرئيسيه اللي هي دلتا ستار هذه المحوله اما ذني المحولات فهي عباره عن مجرد ديفايس يعني محولات يا اما قواطع الدوار ويا اما الماء يا اما تروح للمجر الديفايسز سيركت بريكرات طبعا المحولين هي هاي المحولين السيركت بريكرات راح تكون من الجهتين من الفيزات الاثنين الثري فيز من الجهتين عندي هنا سيركت بريكر يعني وين نقاط اتصال بالشبكه هذا سيركت بريكر هنا وهذا سيركت مثلا هذا جاي من السورس وهذا رايح للود او العكس مو مشكله بس بكل الاحوال عندي سيركت بريكر من جهه البرايمري وسيركت بريكر من جهه السكندري زين هذا السيركت بريكر طبعا هو اللي راح يستلم الاشاره من الريليات هذه تفصل الريليات اللي احنا عدلناها يعني هذا السيركت بريكر راح تكون جايته اشارات من عده ريليات جايته اشارات ثيرمو اوفر تمبرتشر هي اوفرلود جاءت اشاره من الفولت مباشر للجرام جاءت اشاره من خلينا نقول عليه عندنا شنو من البوخلز ريلي همينه السيركت بريكر يفصل حتى تحمي المحوله مالتك فهذا هو الكونفجريشن اللي مستخدم عندي في حمايه المحوله اكثر بتفاصيل واكثر ب ريليات لحماية البصمار، البصمار الاعتيادي موضوع الدفرنشال ريلي فقط استند عليه. بينما بالنسبة للباور ترانسفورمر لا، فيها مجموعة من الريليات اللي تطلب السجن حتى يصير فصل للمحول، ضمنها حتى اللود يعني دلتا كلا مثلا هنا هذني إذا تلاحظ هذني الريليات اللي هي صار فولت هنا يعني إذا صار فولت بالأوتبوت يعني ما بعد المحول صار فولت يعني صار فولت بعيد عن المحول في المحول أنت هم لا تبي تحميها هم لا تفصلها مرات فورية يعني ما أقول أنت وصلك الفولت وحسيت متأخر شوية أنت تريد تفصلها لحظيا ما
مثلا الفولت اذا يجيك من مصدر خارجي الفصل بيتهم، بس اذا الفولت بين وحده من الفيزات مالت المحوله ويا الجراوند الفصل يكون لحظي. ليش؟ حتى لا تحترق المحوله، معناها المحوله صار فيها شورت وما يعرفها. شرح يعرف عن طريق انه هو الفيز تو جراوند، الفولت موجود عند هنا راح يكون اللي يقيسه هو مثلا شورت لاند تو جراوند، فيكون هو اصلا لازم يحمي سواء برا المحاوله امنا او داخل المحاوله، لان لاند تو جراوند او لاند تو لاند او شيء، فهو بعد راح يحكم على انه الفولت جاي من برا. يعني مثلا البخلص ريلي، البخلص ريلي يعطي اشاره فصل صحيح، هو اللي يعطي اشاره فصل، بس البخلص ريلي ديلي